مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج مساء اللي طلع عليكم على مدى ساعتين على الهواء مباشره عبر شاشه الراي نتمنى كل شخص يتابعنا يستفيد ويستمتع وبدايتنا امسي على زميلي راشد مساك الله بالخير مساء الخير يا روان بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير والمحبه وحياكم الله احبابنا وين ما كنتم تتابعونا مساء جميل عليكم وعلى ضيوفنا الكرام اللي نورينا الليله باستديو مساء في هذه الحلقه ان شاء الله سنتجول في شبكات التواصل الاجتماعي ونتعرف على الاسرار الخاصه في الانتشار وغيره مع احد رواد واحد المعروفين بهذه الوسائل وهي وسائل التواصل الاجتماعي لا مساهمات كثيره مميزه لا متابعين كثر الامانه اليوم راح نتعرف عليه من خلال اللقاء راح يجمعنا معاه ان شاء الله بهذا المساء. وطبعا راشد من ضمن فقراتنا اليوم راح يكون معنا الدكتور عبد الله البدر، راح نتكلم معاه عن الادويه اللي لازم تكون موجوده عند كل شخص ببيته، وايضا شلون راح نميز بين الادويه التجاريه والادويه الاصليه، وهل لازم كل واحد عنده صيدليه بيته ولا لا؟ كل هذا راح نعرفه اليوم. بالتاكيد راح نتعرف على هذه الادويه، لكن البدايه ستكون ان شاء الله مع دور دوله الكويت في المنطقه وما تقدمه من مبادرات انسانيه، جعلتها بلد السلام وقائدها قائد الانسانيه. سنتعرف في هذا المساء على دورها من خلال البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لنرى ما قدمته الكويت في الآونة الأخيرة في اليمن وغيرها من الدول المنكوبة باسمكم أحبابنا نرحب بضيفتنا الكريمة الأستاذة رانيا مشلب وهي نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الخير أستاذة رانيا سنور وأهلا وسهلا بك سنور. شكرا يا على الاستضافة أهلا وسهلا <applause> استاذة رانيا والبداية بنتكلم عن منظمة الصليب الأحمر تكلمينا عن هالمنظمة أولا شكرا على الاستضافة وبحب أبدأ بتهنئة للشعب الكويتي للعام الثاني لتسمية الكويت قبلة العمل الإنساني وتسمية سمو الأمير حفظ الله ورعاه قائد العمل الإنساني لأنه بس لما يكون في أشخاص ذوي رؤية وإيمان كبير بأثر العطاء ممكن منظمات مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل وتعطي وإلا هيدا غير ممكن أما بالعودة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهي منظمة إنسانية عمرها 153 سنة من 1863 عملها أو مبادئها أهم المبادئ هي الاستقلالية والحياد بتاخد تفويضة من اتفاقيات جنيف يلي وقعت عليها كل دول العالم وطبعا هدفنا هو تخفيف المعاناة للمتضررين من جراء النزاعات المسلحة والحروب وكل هذا طبعا بنعمله عن طريق تأمين الماء والغذاء والطبابة للناس المتضررين أما مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر فهو جنيف في سويسرا أه، نحن 14500 موظف ما شاء الله ما شاء الله, أه، أو الله يزيدوا. <تصفيق> <تصفيق> وهم من جميع الجنسيات 14500 موظف من العالم من العالم كله هذا بس هني قصدك مكتب الكويت ولا مكاتب العالم مكاتب العالم نحن موجودين ب80 دولة بالعالم ما شاء الله 80 دولة ولكن ال80 دولة هذه ليس فقط اذا نكبت هذه الدولة وانما اي دولة مجاورة لا تتعرض الى نزل السلاح وغيره والامور هذه كلها ممكن انتم تشاركون في رفع هذه المعاناه، تحاولون رفع المعاناه عن من حاول قدر الامكان قدر الامكان. من الكويت في احد معاكم كويتيين تحديدا؟ طبعا في معدنا في في الكويت زملاء كويتيين وزملاء غير كويتيين. مثل ما قلت لكم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر موجوده ب 80 دولة, دوله بالعالم. والكويت تحضن البعثه الاقليميه. لدول مجلس التعاون الخليجي، وما استعملت كلمة تحضن ان عبثت. نعم. لانه هيدي الكلمة بتعبر عن مدى الدعم الدبلوماسي، الدعم المعنوي والدعم المادي يلي تقدمه اللجنة الدولية، اللي تقدمه دولة الكويت الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، منذ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الكويت عام 91 ابان الغزو. فنحن تواجدنا في الكويت من الـ 91. واعمالنا في الكويت تبدا طبعا بملف المفقودين وهو مفقودي الحرب الكويتيه العراقيه ولا تزال اللجنه الدوليه للصليب الاحمر تعمل ضمن اطار لجنه ثلاثيه تجتمع كل شهرين وتنظر الى التطورات التي تحصل بهذا الملف الشق الثاني من عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت هو زيارة السجون فاللجنة الدولية بتزور جميع السجون في الكويت لحتى تتأكد من ظروف معيشة النزلاء وضمن حوار مع السلطات نحاول قدر الإمكان من تطوير ظروف العيش وبتصور أنه الكويت هي من الاماكن اللي اصبحت مثل يحتذى خاصه في مجال الطب في, السجون. الطب في السجون حتى في دول اخرى اخذت الكويت كمثل لها في شق ثالث <applause> آه كمان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر آه تعمل فيه في الكويت هو شق مغمور آه ما كثير ناس تسمع فيه وهو نشر القانون الدولي الانساني <applause> ونشر القانون الدولي الإنساني إلى أكبر عدد من العسكريين والدبلوماسيين والصحفيين والجمعيات الخيرية والجمعيات جمعيات الهلال الأحمر دور مميز ودور جبار لكن تكلمنا عن هل في علاقة بين منظمة الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر في علاقة تربطكم ولا جهة محايدة مثل ما ذكرتي والله اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر نحن وجهين لعملة واحدة. جميل فنحن نتحدر من عائله واحده وهي الحركه الدوليه للصليب والهلال الاحمر بالتحديد الكويت وعلاقتنا بالهلال الاحمر الكويتي هي علاقه تطورت عبر السنين يعني من 91 على ايام الله يرحمه البرجس البرجس وهلا مع مع الاستاذ هلال الساير هلال الساير دكتور هلال الساير تطورت العلاقه الى ان اصبحت اليوم شراكه حقيقيه مش فقط في الكويت في ميادين صعبه جدا، في مناطق صعبه جدا فالهلال الاحمر مثلا مع الصليب الاحمر نعمل لتخفيف معاناه اللاجئين السوريين اللي موجودين في لبنان في لبنان شراكه حقيقيه؟ فقط في لبنان, لبنان. وايضا تركيا بعد بالوقت الحالي مع اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في لبنان في عمل نحن وياهم حتى في العراق في الانبار في دعم كبير من الهلال الاحمر الكويتي لعمل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر في سوريا ونحن عم نعمل هلا وان شاء الله فاتحه خير للعمل مع بعض في اليمن. نعم طيب استاذه رانيا يعني ردك على من يقول او من يرى بان جهود الصليب الاحمر على ارض الواقع اللي قاعد نشاهدها جهود جدا ضئيله، ضعيفه، غير فعاله خصوصا بالدول اللي ذكرتيها على سبيل المثال الحصر العراق، سوريا، اليمن ونسال الله العلي القدير ان يرفع هذه الغمه عن هذه الامه. طبعا ولكن تعليقك على هذا الامر تحديدا. والله انا ممكن اعطيك ارقام مهوله. لما تقدمه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر من ست سنوات في سوريا، ما قدمناه في اليمن، نحن موجودين من الستينات يعني اليمن مش اليوم فيها حرب بس ما قدمناه في العراق ولكن اذا دلت هذه الارقام على شيء هي تدل على حجم المعاناه فانا ما حاتكلم عن هذا الموضوع ولكن حاتكلم على شق اخر من عمل اللجنه الدوليه للصليب الاحمر يجعل من هذه المساعدات او يجعل هذه المساعدات يعني او يجعلنا قادرين على تقديم المساعدات وهي الثقه التواجد في الميدان هذول موضوعين كثير مهمين لانه اللجنه الدوليه ونحن نعتز انه بالرغم من الخسائر البشريه اللي تكبدتها ان كان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر او الجمعيات الوطنيه لو نحن حركه واحده نعم بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودة في الميدان وتؤمن بالقرب من الضحايا تؤمن بالقرب من ذوي الاحتياجات وتؤمن بالتواجد في الميدان وهذا كيف تفسرين هذا الرأي الذي يدعي ويقول بأن الصليب الأحمر تواجده وإن كان موجود فهو على استحياء يعني قليل فإذا ما أدري إذا يحضرك أرقام أو حابة تردين على هذا الرأي يعني انا بالاخر ممكن اقول انه كمان اللجنه الدوليه للصليب الاحمر خجوله بوقت من الاوقات في تكلمها عن الاشياء اللي بتقوم فيها يعني نحن من اهم او الطرق اللي نعمل فيها هي التكتم والسريه بس ما بعرف كيف ما بحب انه تنفهم بطريقه مش صحيحه يعني انا عم حاول ترجم قد ما في ويمكن تعودنا بالكونفيدنشاليتي لانه الحوار بين السلو... بيننا وبين السلطات او بين اطراف النزاع يبقى حوار سري لانه نحن نؤمن نؤمن بالاخر انه للوصول الى ذوي الاحتياجات للوصول او للحصول على امن العاملين الانسانيين مثلنا نحن في الميدان لازم يصير في تواصل مع جميع الاطراف ومن هيدا المبدا اللجنه الدوليه للصليب الاحمر طول 153 سنه تعودت انه ما كثير تحكي تفعل. تعودت انه تعمل, تعمل. نعم. فبتصور للرد انا بقول انه عملنا في الميدان هو يلي يتكلم اكثر عن يلي نحن بنعمله بارك الله وشو ما عملنا بالاخر وللاسف نعم. الشديد شو ما عملنا مش كافي لانه احتياجات كبيره جدا وبتمنى انه وهلا يمكن نتوقف عن دور الكويت في حل الازمه اليمنيه اتمنى انه نتوصل الى حل سياسي لحتى لي نحاول نحن كمان والناس الموجودة في النزاعات المسلحه يرتاحوا لانه خلص نعم بالتاكيد دوركم جبار اللي تلعبونه ويكفي إن عمل انساني يصب في حل يعني مساعده المحتاجين من غذاء مثل ما ذكرتي في الدول اللي فيها صراعات مسلحه ونزاعات لكن اكيد في مخاطر تواجه الصليب منظمه الصليب الاحمر وفي سالفه في قصه اختطاف زميله لكم مده عشر شهور ومن يومين تقريبا يعني تم الافراج عنها فتكلميني عن هالقصه وايضا عن دوركم بالنسبه للصعاب اللي تواجهكم. والله يعني صعب شوي التكلم عن الحادثه بحد ذاتها لانه للخصوصيه يعني لاحترام الخصوصيه ولكن انا ب يعني بغتنم الفرصه لشكر جميع الذين يعني ساهموا في اطلاق سراح زميلتنا اللي خطفت في اليمن مده عشر شهور ومنها سلطنه عمان ولكن يمكن هيدا كمان موقف ممكن نعرج فيه على الذين كانوا أقل حظا يعني زميلتنا طلعت الحمد لله بعد عشر شهور بس في ناس للأسف زهقت أرواحهم في الميدان وهيدي بتصور لحظة ممكن نتذكرهم فيها و... ونضلنا نقول انه اللجنه الدوليه للصليب <applause> الاحمر آ... مؤمنه انه العمل الانساني لازم يكون حيادي ومحايز وغير متحيز لانه اهمه الاستقلاليه والحياد الاستقلاليه للوصول الى ذوي الاحتياجات نعم. استاذه رانيا يعني الحديث معك لا يمل الامانه وللتعرف على هذه الجهود يعني نحتاج الى حلقات لكن اختم مع حضرتك بهذا السؤال وهو الدور كيف تقيمون وترون الدور القيادي الكويتي في حل الازمه, الأزمة اليمنيه وايضا كون هذه البلد تعاني ايضا من عدم الاستقرار وانتم لكم مشاركات كبيره في انقاذ ما يمكن انقاذه من الاسر والافراد المتعثرين بهذه الاراضي، فكلمينا عن الدور القيادي بختام هذا اللقاء. اولا شكرا على على السؤال لانه طبعا يسمح لنا مره اخرى ان نتكلم عن دور الكويت في دعم اللجنه الدوليه للصليب الاحمر ودوله الكويت كانت اول بلد عربي يدخل الى دونر سبورت او مجموعه المانحين للجنه الدوليه للصليب الاحمر. ولو في دول عربيه تانية دخلت اليوم ولكن الكويت تبقى الاكرم فبعدها بالصدارة اما في ما يتعلق بالدور الريادي للكويت وطبعا هذا الدور الريادي لصاحب السمو لانه بتصور انه دوله الكويت عاشت حرب فبتعرف معنى السلم وبتصور انه اليوم مع انطلاق ان شاء الله عن قريب محادثات جديده في فسحه امل إن كلنا ناطرين ان شاء الله انه يكون النتائج ايجابيه لهذه المحادثات كل شكر لك طبعا الاستاذه رانيا مشلب على تواجدك معنا باستديو مساء وان شاء الله لنا لقاء اخر نتكلم عن انجازاتكم واعمالكم الانسانيه شكرا جزيلا على الاستضافه يا هلا فيك طبعا مشاهدينا برنامجنا مستمر لكن بعد هذا الفاصل الفاصل لا تبعدون كثيرة هي الحوادث والامراض التي يعني يمكن التعرض لها في المنزل. وتتطلب معالجه يعني لازم تعالجها. وصارت عندك مشكله لازم تعالجها، دائما الناس عندهم ما يسمونه ايدين من شنو هذا الازرق هذا، هذا آه اكثر استخدام، ناهيكم عن قطره الخشم والامور هذه كلها والبنادول وغيره. اليوم راح نتكلم على اهميه وجود الصيدله او الصيدليه المنزليه. وشنو هي اهم الادويه اللي لازم تحتوي هذه الصيدليه؟ شنو لازم الادويه اللي موجوده فيها؟ العمليه مو مقتصره فقط على البندول وعلى هذا ال 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 الازرق تحطونه حق كل شيء وبعض الناس للحين تستخدم قهوه لسد الجرح وما شنو، كل الامور راح نتحكي عنها ان شاء الله لان في اخطاء شائعه عندنا لازم <applause> نوضحها لكم، وشنو هي مكان المناسب و... وين نحطها بالمنزل وكيف نميز بين في دواء تجاري وفي دواء اصلي، شلون نميز بينهم وصلاحيه كل دواء كل هذه الاسئله راح نناقشها مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الله البدر دكتوره بالصيدله مساء الخير دكتور عبد الله مساء النور الله يحييك كيف حالك؟ الله يسلمك نورنا الله, الله, يسلمك, بارك الله يسلمك والله, يعطيك العافيه دكتور عبد الله وذكر راشد أنه شلون نميز بين الادويه الاصليه والادويه التجاريه؟ نعم وهل فعلا في ادويه تجاريه يعني غير اصليه موجوده يمكن اي احد يقدر ياخذها فتكلمنا عن هالجزئيه شوفي الله يسلمك في ادويه ما نسميها تجاريه يمكن نسميها مضروبه. هي آه، إيه تقليد إيه تقليد عن دواء معين. وهذه الادويه كانت منتشره في الكويت فتره كبيره لكن ما شاء الله جهود وزاره الصحه في إن في التحليلات اللي قائمه على الادويه هذه قاعد تفرق بين المضروب وبين الدواء الاصلي. والحمد لله يعني بعضهم شو يصير؟ يعني دواء مثلا بنفس التاريخ الانتاج بنفس تاريخ كذا يدوى يقلده بالضبط. فانت تروح الصيدليه ما تدري هذا الدواء هذا يقول لك ما في ما في هالدواء خذ الثاني قديم اي او اخذ نفس الدواء نفس الاسم بس يكون مو من من المصنع يكون بس كوبي بيست من مصنع بالهند ولا بالصين والحمد لله الان بعد التحاليل اللي قاعد تصير وتحاليل القائمه قاعد يفرقون بين الاثنين من اللي قاعد يفرق دكتور؟ الـ الـ الوزاره الصحه والاثنين ينباعون؟ والاثنين ينباعون طيب هي فرقت واثنين يباعون الناس شلون تفرق؟ عليك نور، الناس ما تقدر تفرق الا لما انت تكون في فيك مرض وتاخذ الدواء ويضرك او انه مو قاعد يعني تصير افضل منه. فتي إيه فتي تشتكي فيسوون التحاليل هذه بس كل دواء يدش الكويت لازم يخضع لتحاليل في ادويه يدش يعني بالجمارك بطريقه غير شرعيه هذا اللي ما حد يقدر يمسكه يعني ما في ادويه الحين خلص يعني الحمد لله على الادويه قلت الادويه قلت بشكل كبير جدا طيب في لجان مختصه تكشف على هذه الصيدليات وتراقبها اول باول دكتور صحيح في موجوده اكيد هي اكيد شو تفسر اختلاف الاسعار يا دكتور تمام يعني انا اروح صيدلية بمنطقه تختلف عن منطقه ثانيه يا ليت الفرق 100 120 فلس الفرق 800 فلس الفرق دينار الفرق أوه نفس الدواء نفس الشركه شو تفسر هالامور تمام الادويه او ما يباع في الصيدليه قسمين قسم مسعر من وزاره الصحه وقسم غير مسعر تركين لصاحب الصيدليه لصاحب الصيدليه للشركه نفسها فالمسعر لازم بكل الصيدليه صيدليات الكويت يكون نفس السعر موحده ما يصير احد لا يزيد ولا ينقص حتى ما يصير ينقص عن السعر اللي م. اللي تعطي وزاره الصحه واللي ينشر في الكويت اليوم اي زياده او نقص هذه نيابه عامه هذا بالنسبه لتسعيرات الادويه نعم اللي مسعره من وزاره الصحه، الادويه الغير مسعره من وزاره الصحه الصيدلي يقدر يزيد وينقص على حسب السوق اي فهذا وارد وموجود ايه. طيب نعم قاعد يعني اشوف ادويه على الطاوله الحين نعم. هل لازم الأدوية نفسها كوبي عندنا ببيوتنا ولا شنو الموضوع؟ شو هذه يعني احنا الحين داشين على موسم حساسيه مم. والغبار وموسم مصفري صح فاحنا يعني دائما احنا نقول يعني في البيت احنا ليش نفرش اسناننا؟ ليش يقول حي عيالنا فرشوا اسنانكم مرتين في اليوم؟ هل لان في سوس ولا تجنبا للسوس عشان صحه الفم والاسنان؟ وقايه وقايه نعم فالوقايه خير من العلاج بالضبط فاحنا نفس الفكره لازم ننظف الانف والجيوب الانفيه وقايه من أمراض الحساسيه حتى اللي ما تحوش الحساسيه حتى ما ليش نفس اللي ما عنده سوس نقول لازم يفرش ولا ما لازم يفرش؟ بالضبط نفس الفكره كذلك اذا انت ما عندك مشكله بالحساسيه لا نظف يعني شو المشكله واحد يفرش اسنانه ويبخ بختين بخاخ ماي وملح وسكر طبيعي سكر زي يكون مضاد حيوي ويرطب المنطقه. دكتور يمكن شفت في الفيديو اللي هو اثناء الوضوء الاستنشاق ايه نعم ان هذا ينظف واحنا الحمد لله يعني خمس مرات باليوم صحيح تستنشق هذا الماء في الانف صحيح هذا ما ما يفي بالقرض دكتور؟ هذا وين الماي اذا نشف خلاص بس شنو المواد هذه اللي فيها هي ماده مرطبه فاذا نشفت فاذا نشف الماي تظل ترطب المنطقه. إيه. احنا وين المشكله؟ المشكله الجفاف يجيب البكتيريا. بين يصير تجمعات في البكتيريا صح تبدي الحساسيه ويبدي الصداع وممكن تدش عمليات و حنجرة ليش توصل لهالمرحله هذه؟ اذا شو اسوي؟ شو اسوي؟ نعيد عندي. للناس نعيد الناس غسول نعم اللي هو هذا الغسول اللي احنا حاطينه هنا وين دكتور بس اذا الله يسلمك هو او بديل حق هالقطن او بديل حق الغسيل يعني. الغسول هذا اللي هو ماي وملح صح؟ ماي وملح انزين مجرد تحط تحط البودر هنا وتحط الماي وتركب هذا عليه اللي هنا وبس وتضغط تحط هذا الفتحه هذه تضغط يطلع يدش ينظف ويطلع من الصوب الثاني والعكس والعكس صحيح كم مره باليوم دكتور؟ مره مرتين في اليوم بس. غيره شنو ممكن واحد ممكن البخاخ نفسه. الغسول واحد ما يقدر ياخذه مثلا دوام المكتب بس البخاخ على طول ممكن تحطه بجيبك ممكن تحطه في المكتب ممكن على طول. حتى الاطفال يعني ولا بس حتى الاطفال كذلك بس يعني اصلا الاطفال اكثر عرضه لامراض الحساسيه من الكبار. بالعكس فننصح الاطفال اكثر من الكبار أن يستخدمونه، هذا موجود اصلا في وزاره الصحه في المستشفيات في المتوسطات في كذلك دكتور نفس الشيء ماي يملح؟ نفس الشيء ماي يملح ماي يملح, أو... ما يملح ما غير اللي اخذه من الصيدليه اللي ايه؟ من المستوصف لا وفي ماده زايلتول هذه الماده اللي مم. قلنا هذه مرطبه ومضاد حيوي كذلك وهي سكر طبيعي يعني الاقيها بصيدليه المستوصف لما نعم في صيدليه المستوصف صيدليه المستشفيات تلاقيها نعم باقي الادويه قاعد نشوف في اشياء ثانيه اي موسم الحساسيه والصفري وتعرف الغبار صحيح إن لازم كذلك مو بس الانف كذلك العين الأن نرطبها أيه. هذا هذا بخاخات يعني وقطرات كثيره للعين هذا منهم اسمها برايت آه، هذا يعني يستخدمون اكثر الحريم قبل الحفلات ليش لان يعني تبيض العين بغيت اقول لك تبيض عن شو يعني أيه، بس هي مرطبه مم. كذلك مم. فتستخدم للشغلتين تبيض والترطيب ممكن الجنسين يستخدمونها يعني اي طبعا ما،, ما في مشكله ما في اي مشكله آه، وفي القطرات الثانيه مرطبه تعرف هي شركات دكتور ولما أيه. تفتحها هذه، خصوصا القطره هل فعلا لازم اخليها بس هي اول مرة وخلاص استخدام مرة واحدة ولا اقدر اسكرها واستخدمها ثاني ممتاز. يوم؟ ممتاز القطرات شوف في شغلات هذا سنجل يوز اللي واحدة بس ايه؟ فهذه خلاص لازم تستخدمها وتقطها. أما القطرات فعلى حسب القطرة في قطرة 30 يوم في قطرة 60 يوم وفي قطرات 90 يوم فانت تقرا عليها. يعني مو خمسة أيام يقولون خمسة أيام قطرة لا لا, لا لا مو صحيح لا لا من أول ما تفتحينها تكتبين أنا دائما أنصح هم البخاخ أي شيء تفتحها تكتب تكتب التاريخ الاستخدام. حتى البخاخ بعد نفس الشيء 30 يوم و60 يوم؟ اي البخاخات يعني على حسب في بخاخ عين وفي بخاخ الانف الانف كم مده الانف أه. لما يخلص تمام ما يضر بس البخاخ العين وقطرات العين هذه اللي يعني محكومه في مده معينه <تصفيق> الـ الـ <تصفيق> يعني حتى في البيت انت يمكن ذكرت في البدايه البيوت وكذا الشراب البنادول المضاد الحيوي نفس الفكره تفتحها 30 يوم خلاص دكتور دكتور سنتين وثلاثه تحت آه و... <applause> إيه الصلاحيه سنتين وثلاثه إيه؟ او بس يعني على حسب الدواء طبعا سنتين وثلاثه بس من تفتحه خلاص 30 يوم بس 30 يوم آه الشراب المضاد الحيوي عندك سبعة ايام او اسبوعين على حسب المكتوب استخدام الاستخدام وفي نقطه في المضاد الحيوي في مضاد حيوي هو بودر تاخذه من الصيدليه عدل تحط فيه ماي ولما تخلص في في بعضه تخليه بالرف بالبيت يعني قصدي بدون ثلاجة في صيدلية البيت وفي بعضها لازم تحطها في ثلاجة في, في في مضاد حيوي اللي هو كلاسيد إذا حطيته في الثلاجة يخترب ولا هذا شلون شلون تعرف فاحنا فاحنا دائما نقول اقرا التعليمات بالانجليزي دكتور التعليمات لا 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 قانون قانون وزاره الصحه الادويه لازم عربي وانجليزي حتى الصيدلي يفترض ان الصيدليه الخارجيه التجاريه توفر هذه المعلومه لازم ويسال المريض يسال الصيدليه انت ليش ما تسال الصيدليه؟ اسال بالعكس يعني موجودين الصيادله الأطباء لسؤالهم وإستفادة من اهل الاختصاص فانت اسال قول له هذا شو اسوي فيه؟ احط بودر بعدين وين احطه؟ وين اخزنه؟ والله يا دكتور ندش صيدليات بعضهم مو لابسين الروب ما ندري هو صيدلي ولا بياع يعني مو مو عاد قانون الوزاره لازم تلبس الروب واذا ما لابس الروب عليك مخالفه يعني حل. يعني اللي مو لابس روب هذا مو صيدلي مو دكتور لا لا هو لازم بس مو في ناس مو لابس انا مش عرفني ايه اذا مو صيدلي بياع فقط عنده خبره وممكن بياع لابس روب شلون اصيده بعد هذا القش التجاري خلاص بعد هويته برا ايه. <applause> انزين الادويه اللي موجودين شوف في ادويه حق الغازات في ناس آه الله يسلمكم من ياكلون مثلا خضروات بقوليات فلافل وفول هذا يعني ترويئة ايه ترويئة وقالون مثل ادويه حق القولون لا 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 واحد مثلا مو شط في قولون بس يروح مثلا يعني مثلا يروح الطيباوي إيه. وهالحمص وهالفلافل وكذا والفول واخر شيء غازات نعم. وكذا فننصح حبه واحده يحطها تحت لسانه وعلى على لسانه تذوب وياكل يبي قبل الاكل قبل الاكل الحبه شنو هذه؟ يعني هذه البينو انزين كذلك في ناس عندهم مشكله في الالبان ومنتجات الالبان نعم. انزين آه فهذه كذلك هالحبه هذه حق الاثنين في ناس من الحليب من اللبن من الروب كذلك يشكون عندهم مشكله ويصير في غازات فهذا مم. تنفعهم حتى يبقى الاطفال بعد اللي إيه احنا من 12 سنه اه اللي اقل من 12 سنه يراجع الطبيب عن... يشوف شنو المشكله ما طيب. في اعراض جانبيه دكتور؟ ابد ما في اعراض ممكن مريض الضغط مريض السكر نعم. مريض القلب الحامل والمرضى ما في اي مشكله ما في اي مشكله هذا الامر طيب, مشكلة. العملية طيب عمليه التخزين كيف تتم دكتور؟ طيب. تمام طيب. احنا تكلمنا ان في ادويه ممكن تخزن في صيدليه البيت نعم لتخزين الدواء في اربع شروط مهمه جدا 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 لازم نحفظها الشرط الاول بعيدا عن الضوء زين كشافات هذه وكذلك الشمس يكون ممنوع لان الضوء ياثر يغير مفعول الدواء الشرط الثاني الحراره فيكون ما يتعرض للحراره اي حراره حراره 22 23 على حسب البيت زين ما يكون في مخزن البيت اللي مثلا ما في تكييف الشرط الثالث بعيدا عن الرطوبه يعني ما يكون تكرمون في الحمام وما يكون في المطبخ واكثر الناس تخزن ادويتها وين؟ المطبخ المطبخ والحمام وانتم بكرامه بالثلاجه <applause> <applause> اي <تصفيق> نعم فممنوع ليش؟ لان الرطوبه عاليه عاليه وتغير هم تركيبه الدواء. الشرط الرابع والاخير شنو هو؟ بعيد عن تناول الاطفال يا سلام عليك زين لا، لازم يكون بعيد يعني وانا انصح يعني ذاك يوم شريتها مثل صيدليه تركبها في غرفه النوم بشتفاع. شوي بارتفاع تحط فيها ادويتك فيكون بعيدا عن متناول الاطفال. على... نعم. للاسف بين فتره وفتره واحد يقول لي ولدي اخذ الدواء وبنتي اخذته وكذا وكذا. فتحت الموضوع، زين شو يسوون بهالحاله؟ تمام. آه على طول يروح المستوصف، يروح المستشفى، على حسب طبعا الدواء وخطورته بس انا انصح يعني دائما اذا انت ما تعرف ايش تسوي، لا تقول لا ان شاء الله ما اكل العافيه وكذا، لا. يروح. جميل. وده. دكتور الحين ما عرفنا. الحين اذا شربت انا هالدواء هذا القفشه دواء كحه وغيره والامور هذه كلها دير بالك تشرب ماي وراه او اذا بتشرب ماي اشرب ماي شويه عشان الدواء ياخذ مفعوله والبعض يقول لا يبغى اشرب لك كلاص ماي كامل ورا الدواء ما عرفنا الصح وين دكتور شوف احنا دائما اذا اذا هنقول شراب ما يضر تشرب ماي ما تشرب ماي ما في اي مشكله بس اذا كبسوله ولا حبوب يعني لازم لازم ضروري تشرب ماي السبب الاتي ان الماي ان ان اذا ما شربت ماء كامل يعني كوب كامل من الماء الحبه او او ممكن تلتصق في المريء. هالكبسوله البلاستيك تقصد نعم البلاستيك. البلاستيك. البلاستيك الكبسوله اي اول حبه اول حبه اول حبه, أول حبة يعني اي نعم يعني تلتصق في المريء واحد تجرحه اثنين أه تبطل المفعول لانه ما راح المعده وخذ يعني وراح الدم فلازم تشرب كوب كامل من الماء في ناس يشتكون يقولون والله هالدواء هذا مر من أخذها حسب بمروره، شو اسوي؟ نقول اشرب ماي بس يكون ماي بارد. فبروده الماي تبعد ما تنصح عصير او اي شيء ثاني او حليب او ممكن في ادويه ممكن عصير ممكن بس الحليب في مشكله انه في ادويه ما يصير تاخذينها مع الحليب. لان الحليب يقلل امتصاصها. نعم، طبعا حوارنا مستمر معك وراح نبي طريقه منك وسر من الاسرار اللي تساعد كل ام تتابعنا تخلي ولدها او بنتها يستصيغون الدواء ويشربونه من غير ما يعذبون الام لكن بعد الفاصل فاصل لا تبعدون عن دكتور عبد الله قبل الفاصل سالنا شلون نخلي الطفل يستسيغ الدواء لان طبعا. تعرف متعارف عليه عيالنا ما يحبون الادويه فشنو الطريقه؟ تمام آه في شغلتين في على طعم الدواء <applause> زين وفي اصلا الدواء من تعطي شراب خاصه من اقل من سنتين او ثلاثه تكرمون يرجعونه صح عشان عشان يستسيغ الدواء اول شيء ما نخرعه بالادويه وما نقص عليه فيها نحاول حتى هو سنتين سنه ثلاث سنين ما يضر العمر ترى نشرح لهم ونفهمهم صح <applause> نقعد نسوي ترى يفهمون الاطفال يعني هذه واحده اثنين اما او اما نسكر خشمه ونعطيه الدواء ونقول له سكر خشمك ويلا ما راح يحس بالطعم الحين انتم شاي قهوه سكروا خشومكم وشربوا ما راح تحسون بالدواء <applause> بالطعم <تصفيق> والله هذا شغله اول مره أيه اسكر خشمه وشرب الدواء ما راح أحس أيه بشيء انت الحين سكر خشمك واشرب اي شيء خلصت هسه صار عندي التذوق بالخشم صار زين الشغله الثانيه ممكن نسويها هي خاصة هذه يحبون ثلج صح؟ فنقول له حط الثلجة على اللسان فتخدر حاسة تذوق فما راح يحس بالأكل ثلجة تحت اللسان؟ اي نعم اسنان تعورة تحت اللسان <applause> ولا, ولا على اللسان؟, اللسان. على اللسان, اللسان. على اللسان قصدك نمررها تشي اي يحط ثلج على اللسان إيه؟ فشو راح راح تخدر حاسة التذوق فما راح أحس بالطعم ثلاث طرق يعني اي ثلجه والثانيه شنو قلت؟ لا ثلجه وتكرمين الخشم من سكره من سكره من زين الخشم. انا الشغله اللي قلناها اول شيء انه ما نقرع بالادويه ونحاول ناخذها حبه حبه ما نخلطها مع الحليب قلت الحليب ما يصير مع الماء لا حليب ممكن العطير. يصير على حسب الدواء البندور متعارف عليه حق الاطفال ممكن نخلطه مع ممكن الحليب ممكن الحين القطاره هذا سؤال مهم الحين القطاره او الشراب شلون نخلي الطفل يبلعه بدون تكرمون لا يرجع ولا يقص فيه ولا كذا يعني قبل انا اذكر الناس تسولف يحطونهم على الارض ويمسكونهم وقصوا هذا يعني الواقع مو قبل <applause> الحين انا امس اسوي الحركه زين ترى <applause> <applause> سهله ناخذ القطاره ونحطها على طرف اللسان اما اليمين او اليسار ما نحطها سيده نعم يمين ويسار راح يبلع على طول راح راح يبلع الطفل كذي على طول هذه اسرار شنو لا 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 على طول ما يقدر اصلا ما يقدر يتفلها فيا يمين يا يسار جميل أه دكتور في ادويه دائما العلم في تطور لكن الناس اعتادت على دو دواء معين لعلاج الصداع خلاص ما تغير الاسم ما تغير الاسم عطني هالدواء هذا انتهى الموضوع هو عامل نفسي ولا فعلا العلاج قاعد يتطور ليش الناس ما تقتنع بالشكل بالشيء الجديد شوف هل ناخذ البندول مثلا مادة العلميه اسمها باراسيتامول ففي بنادول اللي هو جي اس كي شركه جي اس كي البريطانيه وفي اكثر من ادويه لها في سعودي في كويتي في اماراتي في ناس يمكن قبل, قبل شوي نسولف في ناس تحب الشركه الكويتيه السعوديه وتقول هذا اقوى من غيرها في ناس لا تبي الاصلي الانجليزي شنو السبب ليش في تغير ليش انا اخذ حبتين من هذا احس ان انا زين اخذ حبتين من ذاك ما احس اني زين لسببين السبب الاول اللي يي بعده اللي ما هو الاصلي ما نسميه تقليد بس هو جينيرك يسمونه وهو يكون عاد من من مصانع معتمد فيها ومعترف فيها ومعترفه ويعني معتمده دوليا نعم, نعم نعم والماده العلميه اللي فيها غير الماده العلميه اللي يعني غير الاصل الدوله في الماده الثانيه يعني مثلاً الماده الفعاله قصدك الماده الفعاله فعالة المادة فعالة فمثلا فعالة هذا اصلها من, من الصين هذه اصلها من بريطانيا المكاين الموجوده الشغلات اللي يحطونها معها فهذا وايد تاثر نتكلم على جوده التصنيع هنا جوده التصنيع جوده التصنيع نعم نعم تختلف تختلف ليه؟ هو جوده التصنيع وهو الدول الحبه هذه لما تاخذها ترى تدش المعده وبعدين يعني يدش الامعاء والامعاء تمتصها وتروح الدم وبعدين المفعول يصير صحيح فهذه كلها ياخذ لها فتره زمنيه يمكن ساعه ساعتين لساعتين اتوقع يعني بين دول ممكن ساعه ساعه وشوي اذا هي على حسب ارتياح الشخص او تفاعل جسمه معه إيه؟ هذا او ذاك او ذاك فهذا السبب الاول انه اختلاف الماده الفعاله منشاها من, من وين نعم. والمصانع الى اخره الامر الثاني ترى امر نفسي اللي انت ذكرته فعلا عامل نفسي اي عامل يعني نفسي انا ما احب الا هذا الماء دكتور يفرق يعني لو ناخذ البنادول مباشره سن والبنادول اللي بالماء يقول لك والله بالماء هذا يوصل حق الدم اسرع ايه. هذا تاخذه لا تاخذ له وقت على ما الذوب والحكي هذا مدى دقه هالكلام اسرع بس مو اسرع يعني اللي مفعل. واحد واحد يحط في باله يعني زين دكتور عبد الله كل ام وابو يتابعونا اول ما يدخل الصيدليه على طول يروح على كورنر الفيتامينات للاطفال اللي على حلاو صح الملونه يأخذونها الفيتامينات ويعطون حق عيالهم صحيح. هل هالشيء صحيح تنصح فيه ولا لا زين وزاره الصحه البريطانيه طبعا جواب سؤالك نعم انصح فيه سبب وزاره الصحه البريطانيه تنصح ان اي طفل من عمر 6 شهور الى 5 سنوات مه. مره ثانيه من 6 شهور الى 5 سنوات لازم ضروري ياخذ فيتامينات يوميه يوميا يوميا مه. وتحتوي هذه الفيتامينات على A و C و D يعني لما تاخذ الأب لازم يقرا إيه. أي الأب لما البيتامي. ياخذ العلبة يكون موجود عليه A و C و D إلى ست سنوات ها؟ إي من خمس شهور من ست شهور لخمس لي سنوات خمسة. ليش الـ A؟ الـ A عشان العين والسي C عشان الخلايا والأنسجة وعشان الأوعية الدموية وال D عشان العظام والأسنان زين واللي عقبها عقب الست خمس سنوات احنا الكبار من عقب خمسه لعمرنا احنا ممتاز واللي اكبر من عندنا ممتاز الحين هذا يجي سؤال ثاني هل تنصح بالمكملات الغذائيه حق الكبار؟ اللي موجوده سنتروم وما غير وشركات كثيره انصح فيها بعد استشاره الطبيب او اخصائي التغذيه لسبب ان ان الفيتامينات والمعادن اذا زادت عن حدها راح تضرنا صح إنزين، فضروري ننتبه فما ناخذ اي اي فيتامينات اي مكملات غذائيه الا بعد ما نسوي التحاليل المناسبه ينصح فيها الطبيب او اخصائي التغذيه سالفه فيتامين د دكتور الناس كلها يا حديد يا فيتامين كل العالم صح صح يروح صح صح يفحص انت دال منتهي عندك انت الحديد صفر عندك جرتنا صح. الشمس وما في فيتامين د والحديد دال بس بعد الناس قاعده تاخذ دربات روان اللي ياخذون درب واللي ياخذون اوبر اوبر حديد شو السالفه دكتور زين الحديد في امراض معينه الحديد عندهم من يعني جدا نازل فياخذون دربات وحبوب دائما في ناس العادي يعني انا وانت وانت يكون تغذيتهم ما هي المطلوب مثلا الحديد اكثر شيء في اللحوم في الخضروات يكون ما ياكل الامور هذه، يكون ياكل اللي نسميه جنك فود الفاست فود الوجبات السريعة والى اخره. فيكون تغذيتها سيئة، فلازم ياخذ حدود الحبوب م هذه. الفيتامين دال الشم يعني الشمس يكون مصدر رئيسي. لكن وين مشكلة الشمس؟ انها سبب سرطان. انزين، وايد مهمة النقطة. اذا قعد وايد تحت الشمس اكيد تسبب له سرطان، هو إيه نعم. يقول لك يعني نص ساعة كفيلة يعني. اي نعم، بس احنا شمسنا حارة. انزين. فتلاقين اكثر الناس يلبسون اذا برد بيتغطون، أيه. واذا حر بيتغطون أيه. هم عن الشمس. يعني زين فوايد مهم جدا، مهم. حتى المنظمه البريطانيه لامراض السرطان تقول تنصح ان اللي يبي ياخذ فيتامين دي يأخذ من المكملات الغذائيه وليس من الشمس. وليس من الشمس. لخطوره الشمس في الحديد يعني دكتور في ايضا ادويه وفي اكل يمتص هذا الحديد، يعني ما يستفيد منه الجسم يعني يكسر الحديد بالضبط الفيتامين بهذا الاكل ياكله وياكل شيء ثاني يعني من يتغدى يشرب سكان شاي لا تشرب شاي وراي يسحب صحيح. الحديد كله ما تستفيد شيء هالامور شنو حاب حق الناس خلينا نصح... يعني نتكلم بشكل علمي الشاي الج... الـ... الـ... والقهوه تمتص الحديد فدائما اللي ياكل وبعدها بربع ساعه نص ساعه شرب شاي راح راح يقلل امتصاص الحديد ويستفيد من الجسم لكن الشخص العادي اللي ما عنده مشكله بالحديد عادي عادي يعني ما, ما, ما راح يمتص كل الحديد صح لكن اللي نقول الشخص اللي عنده مشكله في الحديد وعنده مشكله في امتصاص الحديد نقول له انطر على الاقل ثلاث ساعات يلا تشرب شاي او قهوه اعراض نقص الحديد دكتور على الانسان شنو الصفار الدوخه تحسها دائما يعني تعبان خمول في اكلات ايضا تكسر الحديد بالنسبه للانسان الطبيعي لكن دكتور رمي يتكلم عن يعني قطره الاذن تحديدا اذا أيه؟ انا دكتور اعطاني قطره اذن واعطاني قطره عين بهالحالة الحالة شنو اسوي تمام احنا أهم نسال السؤال بعد نضيف نقول اعطاني دكتور قطره اذن وقطره عين ومرهم ومرهم, ومرهم عين <applause> <شنسوي؟ وقطرة النشلة> <تصفيق> <للأمن> <تصفيق> شو نسوي وقطره الان اللي دائما في مخارج مختلفه ما يضر تسوي اللي اللي يريحك قطره الاذن في شغله فيها إن سبب دوخة. فعلاً بغيت أقول لك إن سبب دوخة عند اللي يستعملونه ليش سبب دوخة؟ لأن هي باردة أساساً. زين فعلا شنو ننصح؟ نمسكها في الإيد ثلاث دقائق دقيقتين لين تحس إنها دفت ونقطر بدونه. اللي آه، إذا أعطانا طبيب قطرة عين ومرهم عين نحط القطرة أول ننطر على الأقل خمس دقائق وبعدين نحط المرهم. ويسكر الواحد عين عقب ما يحط قطرة العين طبعًا وقطرة ال والكريم مرهم العين أي على الأقل ثلاثين ثانية بس ثلاثين ثانية ايش شو نحط, نحط نحط القطرة والنا سوري المرهم والنام ممكن الأفضل يعني ممكن لأنه في في دهان شوفي خاصة دهان العين يكون دائما بالليل صح خاصة بس يمكن الطبيب يشوف أن هالحالة محتاجة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم بس ما تنصح بالبيت الواحد الأم تعطي حقها الولد وأخوه نفس القطره ونفس المرهم؟ لا لا مشكله لان لان المشكله القطرات الأنف وغيره وغيره ممكن تسبب عدوى يعني البخاخ هذا بس انا استعمله اذا معي احد بالبيت ايه ما ملح ما اخليه يستعملونه ايه لا طبعا البخاخ اي بس انت تستخدمينه ايه. طبعا اغلب اللي يتابعونا بخاخ واحد يلف على القاعدين كلهم مشكله لان انا الميكروبات اللي عندي غير اللي عندي عنده برضه. بس هذا ما يملح قلت رطب يعني انا اوريدي ايه ما في ميكروب يعني ايه بس قاعد ارطب بس, بس احنا فتحه البخاخ هي ايه اللي تنا يعني تنتقل العدوى فيه عمليه تنظيفها دكتور بعدين بعد ما استخدمها انظفها تحتاج الى تنظيف البخاخ إيه؟ ما له داعي تنظيف عادي بالكلينكس بس هذا يغسل ما ماي يصابون بس اللي هو شنو هذا؟ الغسول اللي سولفنا عنه اول واحد هذا الغسول هذا بعد ما, الغسول ما استخدمه إيه؟ يتنظف من برا من برا ما يصابون ما يصابون بس وين ينحط رده بالكرتون ولا لا لا, لا, لا عادي تخليه تخليه برا يعني عزك الله بدوره المياه خليه إيه عادي ما يضر ما يتعرض حق الميكروبات والامور قبل لا تستخدمه لازم تغسله قبل استخدمه ايضا ايه؟ لازم أس... شو اسئلتنا ترى وايد انا وروان ايه لا يعني لا كل واحد عنده اسئله يعني <applause> لا لا و... ان شاء الله نسال اسئله الناس كلها ان شاء الله لا ايه؟ ويب يعني ذكرتني بشغله مهمه تفضل ان قبل استخدام اي دواء ايه؟ نسوي شغلتين نغسل ايدنا ماي الصابون ونشوف شنو انا اسالكم الحين مو كل تسالوني صلاحيه تبي دكتور بس صلاحيه الدواء صلاحية انا مسجل عليها مخرجة صلاحيه مخرجه ساره معنا مركزه قاعد ترد على زين الصلاحيه انا مسجلها من برا وهذا كنت باكد عليه في نهايه اللقاء وانت سبقتني اللي هو نذكر الناس فيه وهو عمليه يا جماعه هو صحيح مكتوب سنتين صحيح انه مكتوب سنتين على على الدواء ولكن سجل من تفتح الدواء واحد عشره خلاص 30 يوم الدواء هذا لا يعاد استخدامه وشوفوا اسأل وين اخش هذا الدواء بالثلاجه بالغرفه لا يتعرض الى الضوء والامور هذه كلها عدل طيب. دكتور عدل الكبسولات تاكد على الموضوع والكبسولات الدول والكبسولات والحبوب وغيرها مم. لا على التاريخ الصلاحيه غير عن الشرابات يعني شوف هذه مثل القطره هذه 90 يوم ما هو شهر ولا شهرين لا 90 يوم مم. فتكتب على التاريخ عقب 30 يوم عقب عفوا 90 يوم بس اي 3 شهر خلاص تقطعها جميل أه بس لي شيء انا, عنده والله كله أنا كله. عندي سؤال والله بس انا عندي سؤال إن خلاص الوقت مع الاسف وانا عندي اخر سؤال بس <applause> لا, لا انا بس قول <applause> قولي, قولي سؤالك <applause> تفريش الاسنان لكن هم اللسان لازم واحد يهتم فيه اي طبعا لان ليش 90% من رائحه الفم الكريهه ترى من اللسان نعم الباقي من التهابات انف وحنجره من مشاكل في الجهاز الهضمي نعم بس 90% من اللسان لان اللسان فيه اكثر البكتيريا نعم دكتور في بعض الادويه يتم استخدامها أه لمآرب أخرى يعني في بعض الأدوية تستخدم ل يعني ذهاب العقل وغيره وكذا مدى صحة ودقة هذا الكلام يعني يقولك أنت أنا ما بيقول حتى للبعض يعني طب هذا الحبة إذا خذيتها وحطيتها مع هذا الشراب مم. شراب غازي مثلاً خلطة جديدة إيه شراب غازي أنت ممكن أه تعيش يعني ذهنك يغيب شوي والامور هذه كلها مدى صحه هذا الكلام يعني يخدر العقل يخدر الجسم يخلي الانسان يعيش نشوه يعني لا غير مدى دقة هذا صحه غير قريبا. صحيح الحبه أت نفسها فهمت قصدي انا فهمتك إيه؟ الحبه نفسها ايه اللي فيها هي لا مو هذا اه الحبه نفسها تاخذها بدون ما تخلطها يعني خطرها إيه الحب الحبه هذه هي تكون مخدر تكون مؤثر عقلي هي اللي تاثر عليك ها يعني مو صحيح ان هذه الحبه لما اضعها انا مع هذا المشروب الغازي هي اللي تخدر لا, لا 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 ابد ما في ادويه تسوي كذي ابد ما في والادويه اللي تسبب لك خمول يعني اليوم الحساسيه كل الناس تاكل حبوب حساسيه قبل لا تنام دكتور صحيح تبي تقوم من النوم ما تقدر صحيح جسمك تحس انك انت في عالم ثاني ما تقدر ترفع جسمك عشان كذي في ادويه الحساسيه ايه؟ الجديدة ايه؟ ضد ما, ما, ما تسبب نوم ما, ما ما تسبب نوم؟ في في ادويه ايه؟ صحيح يعني صح ما تسبب نعاس هذا يعني زينه ولا شينه؟ لا زينه 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 لا نبي تسبب نعاس هذه ايه؟ استخدامها حق كل انسان ولا حق اشخاص معينين في ناس <applause> لازم تاكل الحبه عشان تنام، الطبيب تقول ما تقدر. ماشي انا اعطيك مثال حبوب الضغط حبوب السكر حبوب الحساسيه، إيه؟ ليش في اكثر من يعني 10-15 عشر نوع؟ بالضبط لان حبه الحساسيه هذه تنفعني بس ما آه تنفعك آه، وتنفع حب. روان ما تنفع يعني آه، نعم. فعشان كذي في اكثر من حبه. فانت شوف شنو الحبه اللي تنفعك انت طبعا دكتور احنا بملك وعد في ايه مره ثانيه تشرح لنا الفرق بين النشله وبين الانفلونزا وبين الحساسيه ان شاء الله. لان الواحد ترى ما يميز شو اتن... اكيد اي فعلا ان شاء الله مشكلة ما حبه الحساسيه ما اعرف شو اللي يوالمنا للحين <applause> متعبه حبه الحساسيه واحده تاكلها تقوم يومك كلها تعاطس واحده تاكلها تقوم ما تقدر تقوم ما ادري الحل وصف لنا دكتور بعد الهواء <applause> خلاص ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> كل الشكر لك دكتور وحياك الله ويا مرحبا فيك اذا حاب تقول كلمه بالختام او رساله الساعه مباركه بس انا دائما انصح ان جوله شهريه في البيت التاكد <applause> من صلاحيه الدواء اللي انت مسجله من الاول اللي انت مسجله واللي مو مسجله اللي حبوب كبسولات والحين اللي ما يدري خليه يقط الادويه ويجدد بس ها <تصفيق> شكرا <تصفيق> شكرا لك دكتور عبد الله بارك الله فيك السلام بارك شكرا الله يسلم. آه، كل شكر لضيفنا الكريم دكتور عبد الله البدر دكتوراه في الصيدله وان شاء الله وصلت الرساله والنصائح العامه اللي تفضل فيها دكتورنا الكريم نوعدكم ان شاء الله بلقاءات اخرى مع حضرته ومع امثاله بالتاكيد للتوعيه المستمره بهذا الجانب فاصل راجع لكم الطلاق في أروقة المحاكم وما فيها من مشاكل وتساؤلات للزوج والزوجة نصائح مهمة يقدمها لنا المحامي الأستاذ مشاري العيادة في هذه الفقرة القادمة نتابع مع بعض ونرجع لكم إن شاء الله الطلاق وهذا الموضوع اللي أشقل مجتمع كامل بسبب موضوع الطلاق تخيلوا معي أعزائي المشاهدين أن مشكلة الطلاق لها أكثر من سبب وطريفة هذا الموضوع أن الإحصائية دلت على أن سبحان الله ما يصير موضوع الطلاق إلا في فترة الصيف تسألون يمكن تسألون بينكم بين أنفسكم إيش معنى بالصيف؟ لأن موضوع الطلاق ما بني على بنايه صحيحه هو بناء على امور مختلفه سواء كان في مفهوم شخصيه الزوج والزوجه عدم تفاهمهم من البدايه التباعد عدم التقارب القبلي عدم مفهوم هذه الزوجه لهذا الزوج عدم مفهوم الزوج لهذه الزوجه بالنهايه وبحصيله الامر اكتشفنا من خلال احصائيات ان المشاكل التي يعني تشير الى الطلاق او تنتهي للطلاق هي مشاكل مع كل اسف ماديه او ماليه. ومع هذا الامر كله نلاقي اما ان الزوج بخيل او ان الزوجه مصرفة فهذه المشاكل مما تؤدي عدم انتظام الحياه الاسريه لهذين الزوجين تبتدي ابتداء خاطئ عدم تركيز على ترتيب آلية معينة اليوم أغلب الطبقة اللي موجودة في البلد طبقة ذات الدخل المحدود اللي هي على الله وعلى الراتب فلما تكون عيننا على غيرنا ونكتشف أن تقول اليوم الزوجة إيش معنى فلانة إيش فلان لربما أن وضعهم الاجتماعي أو المادي أفضل من وضع الزوجة والزوج اللي نتكلم عنهم فبالتالي نلاقي ان هذه الزوجه اما مسرفه او عدم يعني زوجه ما هي اقتصاديه ولا عندها تفكير، تفكيرها ان انا ابي حالي حال غيري. الظروف ما هي مناسبه لا انا حالي حال غيري. نلاقي بالجانب الاخر ان الزوج بخيل وما يبي يصرف لا على عياله وقاط الحمل كامل على مين؟ على هذه الزوجه هي اللي هي الاب هي الاخ هي الولد هي السايق هي الخدامه على الله وعلى راتب هذه المره وكثير من الحالات والقصص اللي مرت علينا النتيجه هم الاولاد اللي اليوم كل ما يكبرون كثر ما تكثر مصاريفهم ولا يخفانا شيء في 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 ظل الغلاء المعيشي اللي احنا قاعدين نعيشه ما تكفي تلقى طالب او طالب جامعي أو تلقاها طالبة جامعية تشوف زميلاتها في في الجامعة يشوف زملاء في الجامعة على الأب اليوم توفير حياة سعيدة لهذا الابن وعلى الأم توفير حياة سعيدة لهذه الابنة المشكلة وين؟ المشكلة عدم الترتيب والاقتصاد بالإنفاق نعم في بعض الأبهات سيئين للغاية ويمكن يزعلون مني البعض يقول لي ايش معنى؟ لان الرجل ما هو كريم على بيته، ما هو كريم على اسرته. وفي في حالات وحوادث كثيره في ظل مفارقه هذا الزوج لهذه الزوجه في الطلاق تلاقي عادي هالابناء وكان هالابناء جايين من كوكب ثاني او ان هذه الزوجه او هذه الطليقه من تطلق تستخدم هذيله الابناء كسلاح تحاول تكسر فيه هذا الأب وتبتدي هني المشاحنة ناهيك على أسباب اقتصادية كثيرة اليوم في في بعض الزوجات تحاول أن يعني تبت داخل الأسرة حياة النكد حياة عدم الاستقامة تحب السوق تحب الطلعات تحب السفر ايش معنى بيت فلان اللي مسافرين؟ ليش ما احنا نسافر؟ وبينت مثل ما تفضلت قبل شوي الاحصائيه ان الصيف تكثر في حالات الطلاق لانه يكون في تشبه او او مشابهه كثيره ان ايش معنى احنا ما نكون مثل بيت فلان؟ ليش جيراننا الفلانيين سافروا كل سنه يقضون اجازتهم بالمنطقه الفلانيه؟ وهو جانب، جانب ثاني الزوجه اللي تحب دائما تخلي زوجها مفلس علشان ما يروح يتزوج عليها وهذا التفكير خاطئ قلناها مرارا وتكرارا بأن هذا التصرف بالعكس يخلي الزوج بدل ما يفكر بالزواج مرة يفكر ألف مرة بالزواج اللي دائما أنت بتخليه على بساط الفقر وتقول خلني أفلسة وشنو المشكلة عشان ما يروح يتزوج عليه وتبتدي من هني فكرة الخيانة الأسرية أو الخيانة الزوجية كذلك البخل من الزوج ممكن يؤدي الى الى دخول الاولاد او البنات في طرق يعني غير مشروعه لان الاب ما يصرف علينا شلون انا اطلع مصروفي وشفنا كثير من القضايا والحوادث منها السرقه منها منها وجود البنت او بعض الفتيات في في اماكن مشبوهه علشان تتحصل على مبالغ مالية مقابل أنها تعيش حياتها ولا تكون غير عن رفيجاتها كذلك بعض الزوجات يلجؤون إلى طرق ان بعد غير مشروعة في ظل عدم إسراف هذا الزوج وكثير من القصص اللي, اللي فعلا يؤسفنا أو دخيلة علينا كمجتمع أن تدخل علينا مثل هذه الحالات ولكن سببها الرئيسي سبب الطلاق عندنا في الكويت السبب الرئيسي اللي هو المادي البحت المادي ما تصرف عليه مع العلم لما نجمع راتب الزوجة مع راتب الزوج يعني ممكن يوفر لهم حياة كريمة لآخر الشهر لكن الكماليات والطلبات الزايدة وشايفين سبب من أسباب الطلاق عدم احترام الزوجة لزوجها وعدم احترام الزوج لزوجته فمرات يقعد ما تصيرين مثل الممثلة الفلانية ولا تصيرين مثل المطربة الفلانية ويبتدي التشبيه يمكن لسبب أن هذا الزوج معتاد على النظر على كثير من من السيدات في 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 حكم عمله فيبتدي عند التشبيه كذلك الزوجه متعودة مثلا على أماكن على اجتماعية كثيرة من ضمنها وظيفتها فنلاقي اليوم ليش ما تصير مثل فلان مرنا فلان تلقى هذا الزوج ما هو معتم أو ما هو معتني في, في لبسه أو هندامه <applause> أحبابنا أظهرت لنا شبكات التواصل وجوه جديدة ومشاهير مختلفة كل منهم تميز بلونه الخاص منهم الكوميدي ومنهم العلمي ومنهم الاستعراضي ومنهم الفكاهي ومنهم الأراغوزي وغيره يعني كثير يعني على حسب تصنيف الناس اللي تشوفه وتتابع لكن في حلقتنا الليلة معنا أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وتحديدا السناب شات وليش هو اختار السناب شات ومن اليوم الأفضلية بحسب رأيه راح نتعرف على هذا الأمر تتزايد ما شاء الله تبارك الرحمن أو تزايدت الأعداد خلال فترة قصيرة وهو مشوار طويل لكن في فترة من الفترات أصبحت هناك نقلة في حياته الكل يتابعه والكل يثني على ما يقدمه من أفكار ومن طرح راقي وهناك مسؤولية أخذها على عاتقه هذا الشخص وأصبح يتحدث والناس تلمس في هذه المسؤوليه، لذلك هو اليوم يصل الى ما وصل اليه بجانب ايجابي، الاغلب يثني على هذا الامر وعلى هذا التوجه، سنتعرف عن قرب ونطرق كل باب وما هي الاسباب وما هي الاسرار وما هي الرساله لضيفنا ساري المطيري. مساك الله بالخير اخوي ساري. حياتي. الله حياك الله يا مرحبا يا هلا مرحبا فيك. هلا بك، الساعه المباركه ونتشرف اني اكون اليوم ضيف عندكم في قناه الراي. وإن شاء الله يا رب إن الكل يستفيد جميع الأطراف تستفيد إن شاء الله والكل عارف محمد ساري المطيري لكن أنت خذيت ساري المطيري والله ساري اسم ساري صار خلاص هو اللي 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 ارتبط فيني يعني نعم ساري هو بالأخير والدي نعم فبعد وفاة والدي الله يغفر له يعني في أكثر من مجال إعلامي دخلت له كان اسمي ساري ساري فأعتقد إنه أنا نجحت في إني يعني اسم أبوي يكون موجود رغم غيابه عسى الله يغفر له <applause> فبالعكس انا سعيد جدا اليوم انا اكون ساري وانا اكون محمد ساري والناس نسيت محمد <applause> والله في ناس كثيرة نسوا اليوم انا ولدي من الناس اللي منزعج من هالموضوع في المدرسه انت ابوك ساري يقول انا ابوي محمد ساري فصارت هذه مشكله ان شاء الله اقدر اتجاوزها يعني ان شاء الله زين مسي عليكم ونرحب فيك بسدي مساء وشنو الرساله اللي يملكها ويحملها ساري وحاب يوصلها لكل شخص يتابعه والله انا رسالتي الكلمه الطيبه اللهم لك الحمد انا توفقت في مساله الكلمه الطيبه. احنا عندنا في الخليج مشكله كبيره بان احنا شعب اسمحوا لي يعني جلف. ففي جلافه عاطفيا عنده مشكله في بعض الكلمات، ممكن يطلب منك شيء بس يطلب منك شيء بطريقه يعني نوعا ما ناشفه، رغم انه يقدر يطلبها بالطريقه البسيطه السهله اللي نكسب فيها. اليوم في علاقات سواء كانت العلاقات الزوجيه او علاقات الاخوان مع بعض او الاصدقاء او الاصدقاء او غيرهم تلقى الواحد مو عارف يقول كلمه حلوه حق الطرف الثاني نفتقد هالشيء اليوم لو الزوج يوقف قدام زوجته نص ساعه يبي يقول لها احبك ما يقدر يقول لها مو عارف حتى لو قال احبك بالطريقه المثلى تلقاها هي ترد عليه ايش فيك عسى ما شر يعني كانه شيء غريب يعني يحضرني بهالشيء قصه هي إيه اللي انا بنيت عليها أه الحوار هذا كله بانه بعض المفردات لو نغيرها ونحاسب ونسخن راح ننجح كثير يعني احد الملوك كان في يوم من الايام حلم بان اسنانه سقطت فجاب المفسر الاول قال تعال فسر لي حلم سقوط اسناني فقال المفسر الاول قال للاسف يا جلاله الملك سيموتون اهلك جميعا جميع اسرتك راح يموتون فغضب الملك فقال قطوه بالسجن جاب المفسر الثاني ايضا قال له نفس الكلام، قال له للاسف جميع اهلك سيموتون امامك، وغضب غضب ثاني وايضا قطب السجن جاء المفسر الثالث فقال له مبروك يا جلاله الملك ستعيش اخر واحد في اسرتك. شوف كيف؟ مع أن اخر واحد في اسرتك هو معناته هلاك اسره الاسره قبله، لكن شوف كيف المفردة تغيرت غيرنا بس مكانها م. عملنا شيء بدلا يكون سلبي أصبح إيجابي لذلك اليوم إحنا لازم نتعب نتعب كثير ونسخن قبل أن نقول كلام ممكن نسقط في قلوب الآخرين أشياء سلبية يزعلون يتضايقون يتدمرون اليوم أنا لو أقول فلان أنت جميل أنت رائع أنت واو وبنفس الوقت العفو يعني أنت أحمق شخص قال له أنت أحمق بالليل لاحط رأسه على المخدة شطري عليه سبحان الله ينسى جميع الـ 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 يعني جميع الكلمات الجميله يطرى عليه شنو احمق وصار ايش يطلب منه احنا المطلوب منا اليوم من الكلمه الطيبه نذكر الكلمه الطيبه ونبرز الكلمه الطيبه قبل الكلمه اللي اللي ما هي طيبه ونحاول شوي نختار الكلمات عشان نقدر نسعد، اليوم هذا اذا كنت انا ناجح بسناب وشكرا على المقدمه اللي تفضلت فيها، الى اني ارى اعتقد ان الكلمه الطيبه هي اليوم سبب من اسباب النجاح. جميل وساري لا يلتفت الى الكلمات المهبطه من العزيمه ومن يتهم ومن يقول ومن كذا، كت... لا تلتفت لذلك انت ترى الى الكاس الممتلئه طبعا ولا ترى الى الجهه الفارغه التي يخترقها الضوء من كل مكان لذلك هذا سبب التقدم الذي انت تراه في نفسك لذلك سنرى معك ومع المشاهد الكريم بعض السنابات المتعلقه بضيفنا الكريم نرجع لكم ان شاء الله حتى لما سألوا سيدنا علي بن أبي طالب من هو الأفضل أخاك أم صديقك رد قال ما أحلى صديقي أن يكون أخي وما أحلى أخي أن يكون صديقي شوف كيف الربط ممكن الحين يجيني واحد يقول أنا والله سمعت كلامك يا ساري وتأثرت رحت حق أخوي بصالحة أخوي ما رضى أنه يصالحني شو أسوي اترك الامر لوجه الله سبحانه وتعالى وبس. السعوديه تفتح باب الفيز قبل الحج باربع اشهر، تجمع اكثر من 220 جنسيه في مكان واحد، تنظمهم وترتب امورهم رغم اختلاف عاداتهم وتقاليدهم ولا تعبت. ورغم ذلك ولله الحمد الله معطيها القوة بأنها تثبت جدارتها في الحد الجنوبي وحاطة إيدها في الحد الشمالي فوق يعني جماعة السعودية اللي قاعد تسويه شيء إعجاز نعم نستنكر القتل في كل مكان في العالم لكن مثل ما تستنكر في فرنسا استنكر في غير مكان أنا أعرف ناس ما يعرفون صاير في سوريا اليوم استنكر في فرنسا غبي يعني تعاطفك مع الفرنسيين بس حق الكشخة والديكوريشن مثل, مثل البوك مثل الساعة مثل السيارة ودم المسلمين حواليك ما يحتاج تعاطف دكتور جاهز للاسئله؟ جاهز. اول سؤال اقصر زواجه لك؟ نص ساعه. بس نص ساعه، اطول زواجه؟ اطول زواجه 32 سنه وان شاء الله للعمر كله. يا رب اللي هي ام صيل الله يحفظها لك يا أه رب ما شاء الله تبارك الرحمن. أه الحب موجود في زواجاتك السبعة وخمسين؟ مو مو حب حب بعضها اعجاب ها ممتاز وبعضها حتى غصب دكتور كيف غصب؟ انت تقول في زواجات بالغصب مجامله يعني واحدة هديه جاتك ما شاء الله ومغصوب عليها غصب يعني تزوجتها جنسياتهم كلهم سعوديات؟ لا <applause> لا لا مشكلين اغلبهم اجنبيات اجنبيات؟ اغلبهم اجنبيات اه ما شاء الله انت انترناشونال <applause> <applause> يعني طيب اغرب جنسيه تزوجتها <applause> نيجيريا سوداء نيجيريا؟ <applause> <تصف> <شما> نيجيريا سوداء شو موديك نيجيريا؟ هو <applause> نيجيريا <applause> مهديه عليها هدوء طبعا اخر قصه اللي شفناها اللي متزوج 57 امراه واخر واخر واحده كانه قال نيجيريا السوداء اعتقد هي نيجيريا اي زين وهديه بعد ايش سالفته؟ صدق ولا هذا لا؟ هذا لا والله صدق يعني وهذا الدكتور العزيز ابراهيم الحسن دكتور من السعوديه طبعا امسي عليه اعتقد انه الان قاعد يتابعني قواك الله يا دكتور عسى الله يوفقك ان الله يوفقك ان شاء الله يبارك له موفق خير يا دكتور <applause> مع قواك علي ها ترى زعلان علي لا احنا راضي ان شاء الله قواك الله يا دكتور وعسى الله يمدك بالصحه والعافيه وانت خير مثال للرجال والعكس يعني احنا حاطين بيدك يعني قواك الله يعني على الاقل يعني يعبر عن ما في نفوس البعض 57 واحد تزوج سالفه الموضوع اعتقد والله انه هو اللي عندهم حسب اللي عندهم 57 امراه يعني احنا ما ندري ممكن طايف ممكن يكون طايف الرقم لكن عموما هو الدكتور العزيز ابراهيم الحسن كنا في ديوان صاحب سمو الملك الامير مشعل بن محمد كنا في زياره عنده في الرياض فكانوا من الموجودين فكنا ندردش انا وياه يعني مع بعض فقال لي يعني عرفت انه متزوج 57 امراه قلت له ايش رايك دكتور؟ انا خلني اصورك ها تشود انه توصل 60 يمكنك توصل 60 ما قال لا ما ابغى قلت خلني اصورك بس إيه؟ ف... فصورنا سناب لكن ما توقعنا ان سناب راح يضرب يعني بهذه الطريقه في احدى قنوات الفيسبوك في لبنان 12 مليون مشاهد من المغتربين 12 مليون مشاهد يعني شيء جبار غير الصحف اللي تناقلتها غير اللي انه خذاله يعني هاشتاج جميل في السعوديه فوسلامتكم يعني هذا هو الموضوع. ساري الأرقام هذه صحيحة وإذا سألنا بعض أصحاب السوشيال ميديا يقول أنت كم رق... أرقامك وأرقام المشاهدات يخجل وما يتكلم أو يقول رقم مو صحيح. م. أنت بالنسبة لك الأرقام هذه اللي قاعد تقولها أرقام صحيحة ولا هي فقط ل... لا فعلاً صحيحة لا. الأرقام صحيح. اللي تقولها. فعلاً صحيحة في ناس ما تخجل أنت تقول عدد المشاهدات أنا. مشاهداتي... أي بالنسبة لك ساري. لا والله ما أخجل بالعكس ما عندي مشكلة. اعتقد كنت تصور سناب قبل شوي لما كنت إيه قبل شوي انا موجود تليفون بعد اذا حق. امكن يعني اذا ما ساعة. في حرج عليك لا حاضر حاضر ما عندي أي مشكلة. بس اسوي زوم عشان يبين افضل ان شاء الله بس إنه لحقوا عاد تصوروا قبل احد يتصل أه. اوكي ف اي تفضل يعني هذه كاميرتك إيه. هنا خلينا نشوف ولا ايش رايك كابتشر خلنش. عشان اسوي زوم عند مخرجتنا ساره اذا مو واضح كابتشر اي المخرج تقول كابتشر وشو اعطى زوم عندك على الجهاز عشان يبين على الشاشه للمشاهد الكريم. يعني هذا الحين ها؟, ها؟ اي هذه اخر اخر الارقام اللي موجوده بين عندك الشاشه الحين 503 كي يعني 503 الف ايه وثلاثين ايه من المصورين نص مليون اي نعم نص مليون ما شاء الله اللي ايه شاهدوا اللي شاهدوا ايه السناباتي شاهدوا السنابات انت هذا يفتح لك باب الدعايه والاعلان والمشاركات بهذا الامر ويفتح معك باب التعاون معك مع الشركات الخاصه ويخليك يجعل سعر اليوم هذه الارقام هو يحدد السعر اللي يبي يطغى بالسعر يقلل بالسعر او انت بعيد عن كل البعد عن هذا الموضوع لا انا والله بعيد يعني هي قيمة الإعلانية دائما قيمة الانتشار الاكثر يعني شفت نص مليون المليون ربما يكون مليون لكن غير مؤثر عرفت فمساله التاثير مهمه جدا في ناس عندهم 10000 او 20000 لكن مؤثر على الفولورز المنتج اي لا عفوا مؤثر على الفولورز نفسها يعني على 20000 يكلم يخاطب ال 20000 عرفت شلون في ناس عندهم مليون بس ما يقدر يخاطب مثلا من المليون الا 5000 6000 الباقي بس يطالعونه لل بالنسبه معي. لك هذا يعني شيء عند طبعًا عند المعلن التجاري طبعًا. وهل حصل معك مقابله الامر طبعا وانا احرص دائما بين فتره وفتره آه وتركيب اني انا اكبتشر المشاهدات واحطها اعرضها اليوم ناس بيعرضون منتجاتهم او, أو شركات بتتعاون معي فيبي يعرفون يعني خصوصا للاسف ان في مشاهير كثيره حاليا موجودين بتركيا مو قاعدين يطلعون الارقام أرقامهم ويلقون فيه حرج وهذا استكمالا على السؤال اللي قبله أن في ناس لأنهم ناجحين في مواقع أخرى في عفوا في مرا في برامج أخرى اللي هو مثلا في تويتر ناجح مثلا في الانستغرام مشاهداته موجودة أمام الكل لما راح سناب تفاجأ بالواقع بأنه غير مقبول يعني ربما يكون غير مقبول كيوميات أنا حابك في انستغرام تحط لي فقرة 40 50 ثانية وبس وصحيح و على العكس من ينتقل من سناب الى الانستغرام ايضا بس مو طول اليوم قصدك تحتشوا إيه الملل في ناس إيه لان في ناس مم. في ناس تمل يعني طبعا هي الخصوصيه هذه ممتعه للبعض مو البعض للاغلب الناس يحبون خصوصيه جميل. يحبون يبحثون لكن بعد اذنك ابو بس انا اللي بعد اذنك لاني ما اقدر اتاخر على هذا الاتصال لأنك ذكرت قبل قليل صاحب السمو الملكي وسعدنا يكون معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي ونشكر لقبول هذه الدعوه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز ال سعود رئيس منتدى العلماء والمفكرين العرب مساء الخير سموك هلا الله بالخير كيف الحال الله الله يحفظك الحمد لله سعيدين بهذا التواصل وشكرا لكم والقائمين على هذا المنتدى وكان الله بعونكم لإيصال الرسالة اللي تحملونها على عاتقكم وسنقف مع حضرتك حول هذا الموضوع ونتعرف على دور شبكات التواصل الاجتماعي بنشر الثقافة ومدى أهميتها عند حضرتكم الله يحفظك أهلا وسهلا فيك وأنا مقدر مقدم لكم أني أنا داخل في هذا البرنامج المهم بهذا القناة المهمة بالكويت وكذلك يعني اقدركم واقدر القائمين على البرنامج قناه الراي وان كنت اخذ عليكم انكم حطيتوا لي صوره قبل ما ينزل وزني انا هذا الوزن اللي انا فيه ما كنت ما قعدت فيه الا حوالي شهر ونص فقط لا اكثر ولا اقل مو حاب الصوره سموك قول ربي حالك ربي حالك الصوره مو حابها؟ ما, ما تحب الماضي الجميل؟ لا بالعكس انا اشوف انه الانسان لما يكون وزنه يعني اكثر من اللزوم هذا يدل على انه يعني وعيه قليل جدا فهذا يعني هذا يدل على قل وعيه اي انسان وزنه خصوصا لو ما كان مريض يعني نعم. من الاكل او امثاله فهذا يدل على قل وعيه وانا ان شاء الله ان انا وعي افضل من لكم إن بهذا الوزن؟ ان شاء الله، عسى الله يحفظكم ان شاء الله. بارك فيك. الله فيكم. سؤال طال عمرك، ايش تحب الله يحفظك؟ سؤالك ممكن تسوى. السؤال, السؤال دو دور شبكات التواصل الاجتماعي اليوم في نشر الثقافة وأهمية النشر بالنسبة لكم عبر هذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لكم. سلمك الله السؤال يعني الحقيقة يعني هذا يلزم له يعني برامج عظيمة وكثيرة جدا ومتتابعة. الموضوع ما ما اظن ان حنقدر يعني نعالجه ببرنامج او مجرد يعني دقائق لان لا. الموضوع شاك اكثر ما تعتقد آه طبعا انا اشكر انه ساري الله يحفظه انه آه رشحني اني انا ادخل في البرنامج اللي هو موجود فيه وانا تعرفت عليه آه من خلال آه آه مواقع التواصل الاجتماعي واعجبني طرحه في سمعت لها طرحين مختلفين فانا مجرد اني ما سمعتها حسيت انه هذا الرجل يعني نوعا ما يميل او ما, ما نبغى نقول نوعا ما يميل انه يطرح مواضيع الى حد ما ذكيه ومفيده خصوصا انه مع الاسف الشديد في اغلب المواقع أماء يعني مواقع التواصل الاجتماعي الطرح يسفة بعقول الشباب والشابات وحتى يمكن الكبار بالسن وانه الامور اللي قاعده تنقل الوقت الحاضر مع الاسف الشديد يعني صارت راي عام وقوي جدا ومؤثر وسفيه مع الاسف الشديد و... والنتيجه انه اغلبيه يعني خلينا نتكلم علينا احنا الخليجيين بغض النظر عن اخواننا العرب اللي هم معنا مشاكل معنا باغلبيه مشاكلنا صارت اغلبيه يعني الطرح يعني سوى راي عام مثل ما يعني اضرب لك مثل لما نبي الله اسحاق أه نعم. أه أه ابن يعقوب يوم قال اني اخاف ان ياكله الذئب فاعطى فكره لابنائه انه ممكن ان ياكل يوسف عليه الصلاه والسلام <applause> فبالتالي اللي حصل انه ابناء تصرفوا من خلال هذا التصرف. اليوم آه الـ الـ آه مواقع التواصل الاجتماعي قاعده بتف... آه تفرض اراء ساذجه وبسيطه جدا ومخيفه جدا ومع <applause> الاسف انها مؤثره بطريقه قويه جدا <applause> واكثر الناس آه يقبلونها ويصير وي... راي عام وبعدين في النهايه ممكن تعدل احداث كانت اصلا ما كانت حتى مثال اليوم المشاكل اللي مثلا يتكلمون عنها بالنسبه للعلاقات السعوديه الغربيه سواء كانت مع امريكا او كانت مع اوروبا او مثال امور ثانيه مشابهه ومختلفه عن يعني الكساد الاقتصادي والضعف بالنسبة لدول الخليج والمملكة العربية السعودية هذه كلها كانت يعني مجرد تأثيرات من المجتهدين سهل جدا أنه يدخل مثل ما أول كانت الأمور محصورة على ناس معينين ومستوى ثقافتهم وعلمهم منتبع أو كذلك مسيطر عليهم نوعا ما بينما في الحقيقة الحين مع الاسف الشديد انه اي انسان حتى لو كان بسيط او ساذج ممكن أن في الموضوع وكذلك يكون لأفضلهم ويكونون كميات مهولة وكبيرة جدا <applause> فهذا هو دوركم كمنتدى العلماء والمفكرين العرب صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز ال السعود رئيس هذا المنتدى منتدى العلماء والمفكرين والعرب تفضلت حضرتك في البدايه وقلت ان لا يمكن ان نغطي هذا الموضوع عبر الاتصال الهاتفي لذلك نتمنى ان شاء الله انك انت يوم من الايام تكون في زياره في بلدك الكويت وتكون ايضا ضيف معنا ان شاء الله للحديث والوقوف على هذا الامر المهم. لا خليني اصلح لك حاجه الله يحفظك. فضل. المنتدى ما هو باسمه بهذه الطريقه المنتدى اسمه منتدى المبشرات للتسامح والتفاهم فبالتالي بس احب اني يعني اغير الاسم لو تفهمت يعني وابين الاسم المضبوط جزاك الله خير ما عندنا يعني من جاب الاسم للتسامح مبشرات والتسامح والمشاركة التسامح. التسامح جميل طيب ما رأيك إن, إن شاء الله أنا كنت في زيارة في الكويت إن شاء الله أنا كنت نأخذ منك يعني نقول كلمة إن حضرتك تكون ضيف معانا للوقوف على هذا الموضوع يشرفني الله لنا الشرف طال عمرك شكرا جزيلا اذا من كلمه بالختام سمو والله ابدا انا اشكركم واشكر يعني الاخساري وانا من المحبين له والمعجبين فيه لانه اغلبيه الاراء اللي هو يطرحها يطرحها بطريقه ذكيه وسويه وفيها حنيفيه والله عز وجل يقول وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك وزير القيمه فهو اختار انه يكون حنيف بهذا الوقت وبالتالي هذا يفيد جدا لان خصوصا ان المؤثرين صايرين يعني مع الاسف الشديد اغلبيتهم ما هم منطقيين ولا حنفاء وتاثيرهم على المجتمعات السلبيه والدليل النتائج اللي احنا فيها الحين في العالم العربي وبالخليج. نعم. شكرا جزيلا لصاحب السمو الامير الملكي مشعل بن محمد ال سعود شكرا جزيلا مستمرين معاكم مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل طبعا حوارنا مستمر معاك ساري وليه تكلمنا عن اكثر عشر اشخاص متابعين اكثر شيء بالسناب برنامج سناب شات هم من الفاشنستات شو السبب باعتقاد ليش مو الرجال يدشون معاهم بالمنافسه هذه بشكل مباشر الفاشنستات مجموعه الوان الناس تحب الالوان تحب الالوان لكن المشكله في مو مو بمحبتهم للالوان وان تتغدى في دبي و... وتتر... وتتعشى في الدوحه وتتريق ما ادري وين مو هذا الموضوع الموضوع خطوره الاجيال بعض الاجيال اللي تتابع بعض الاعمار عفوا اللي تتابع آ... بعض الفاشينيستات ما اقول الكل لكن في فاشينيستات قاعدين يبثون سموم فكريه وهم اصلا سواء بنيه حسنه او بنيه غير حسنه لكن انا اعتقد انهم قاعدين على عايشين الوضع طبيعي وهذا خطا هذا خطا اليوم هم وجودهم في من ضمن العشر او على مثل ما تفضلتي من العشر الاوائل كمشاهده امر خطير على فكره مو بالكويت ترى حتى بالخليج وبالوطن العربي مم. المشاهدات اغلبهم من الفاشينيستات الناس تحب 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 اللماع تحب الشغلات اللي كذي اللي وحده تروح تتريق ما ادري وين تتغدى ما ادري وين ما ادري وين والعصر ايفنت وبالليل وال، جلسه تصوير والعكس والى اخره هذه الناس يحبونها الناس يعتقدون ان بهذه الطريقه هو هذا امر ايجابي هم يرون لكن من منظور نفسي هذه طاقه سلبيه عظيمه هذا 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 رؤيتك انت تحليلك طبعا طيب يعني الناس ممكن قاعد تشوفها نظره ايجابيه انا قاعد انا اكثر من في اكثر من مكان سواء من اسرتي او او برا اسرتي او من خلال المحاضرات اللي اقدمها دائما اسال سؤال تعجبكم شغلات فيقولون إيه اوكي تعجبنا طيب انت تطبقينها لا والله كان زين اطبق كان زين هذه اطبق ما هي طموح كثر ما هي طاقه سلبيه اخذها ما هو طموح كثر ما هو طاقه سلبيه البعض اللي يتابعون يطالعون وهم وهو يعني مبققين كذي مستانسين انه واو انه كذا بالاخير لما لما الناس اللي يتابعون مثل مثل هالالوان هذه يروحون يحطون روسهم على المخده تطري عليهم الطواري انا ليش مو كذي ليش ما غير كذي ليش ما اسوي كذي اثر شدي؟ على حياتهم ليش طبعا طيب طبعاً. بالنسبه للدورات هذه ساره تقدمها هي الاستعانه فيك انت احد مشاهير السوشيال ميديا ام انت كمدرب معتمد في الطاقه والامور هذه كلها؟ انا مدرب معتمد في التنميه البشريه وتعبت <تنمية> على نفسي كثير في مساله اني خذيت دورات الى ما وصلت عليه وايضا قراءات انا اقرا كثير في الموضوع شوف احنا حوارنا هنا اخوي ما نبي نتكلم معاك التنميه البشريه نبي نتكلم معاك انت دائما تروح هذا المجال نتحجى يعني. <applause> 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 <حاجة> معاك هو <ومو تصفيق> مو <applause> انت حاضر في كل الاجواء <applause> يعني وحديثك <applause> جميل <أصفيق> لا يمل منك ولكن الهدف اني انا بتكلم اليوم مع السو... مع مع السوشيال ميديا كونكم انتم يعني من هذا هذا المنزل خلينا نتكلم في الغث في السمين واكيد كله ياثر على بعض البعض كونكم انتم في هذا المجتمع هذا الوسط اليوم هذا الوسط وما يقدم فيه من مشاهير موجوده هل ترى بان هناك نوع من محتوى سيء يسيء للبلاد والعباد وفي اشخاص موجودين عندنا هنا بالكويت قاعد يسيئون ويقدمون محتوى دون المستوى وردي ورديل هذا موجود عندنا ولا لا كيف موجود, يرأس موجود ومو بس بالكويت للاسف في اكثر من دوله انا اتكلم انا بالكويت اليوم عندنا بالكويت في الكويت في ناس للاسف يقدمون اشياء سيئه ما هي من من لا هي من تعاليمنا الاسلاميه ولا هي من عاداتنا وتقاليدنا هم مشاهير؟ مشاهير طبعا شو تفسر الشهره والمتابعه اذا هو شيء سيء ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا، شو تفسر المتابعه؟ يبحثون عن 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 الشذوذ عن الشذوذ في الناس اي في ناس كثيره يعني في مثل ما في ناس تتعب وتروح تبحث عن عن شيء زين عن شيء زين في ايضا ناس تحب الشذوذ في هالامور الشذوذ الفكري الخلل طبعا هو ذوقيا هو المساله كذوق نعم. يعني المساله ذوق الناس شريحه كبيره ما تقدر تتحكم فيهم في ناس يبون كذي وفي ناس, في ناس يبون كذي وفي ناس صح. ما يعجبهم ترى في ناس مم. ما يحبون مساله مثلا سنابي اللي هو مثلا في النصح في الكلام اللي بعض الكلمات اللي, اللي يكون منها القز من التغيير الاجتماعي او تغيير في العلاقات الاجتماعيه في ناس ما يحبون يا اخي يبون مثاليه أشياء ما نب... كان المثالية هي العيب كان المثالية ما هي الاصل والاستثناء منها شنو الشيء اللي مو زين أصبح اليوم الشيء اللي مو زين هو الأصل والاستثناء اللي الناس يستغربون منه. الناس تعتقد إنك أنت ما تطبق الأمر على نفسك يا ساري. تعتقد الناس إن تقول هذا قاعد يكلمنا بمثالية وهو مو كذي أساساً على أرض الواقع. أنا في أنا في يومياتي. في يومياتي دائما احرص على تطبيقها الفعلي حتى مع اسرتي، احرص على تطبيقها الفعلي، احرص على دائما اني انبه، انا ما اقدر اصور 24 ساعه داخل بيتي بين الممرات عشان ابين اني انا كيف اتعامل وكيف اسوي وكيف افعل، هي بالنهايه كلام جميل، في النهايه هو مجموعة مجموعة يعني ورود قدامك، مجموعة ازهار، في ورد طيب وفي ورد له رائحة طيبة ورائحة زكية وفي ورد ما له اي رائحه وفي ورد ما ما تقضبه الا لازم يكون مشوك، لازم يكون فيه شوك، اليوم هذا ورد صناعي وفي ورد صناعي <applause> جزاك الله خير، فهذا <تصفيق> فهذا <applause> الشيء، في ناس يحبون الصناعي اللي هو مثل ما تفضلت اختي قبل شوي على بعض الفاشينيستات يحبون هذول صناعات ترى صناعات ولما اقول قبل شوي طاقه سلبيه صناعات لان الحياه الطبيعيه هي حياتي وحياتك وحياة اختي اليوم سعيدين بكره زعلانين شوف حننها شوي هو يرى لا, من... لا انا اقول لك انا اقول لك بس, بس عشان بس عشان اوضح الفكره اللي انا المقصود <applause> اليوم اليوم حياتنا طبيعيه هي الحياه اللي يكون انا فيها سعيد والحياه اللي ممكن بعد العصر اكون شوي متضايق والحياه اللي بعد المغرب ارفع يديني وارقي نفسي واكون مرتاح نفسيا الحياه هذه ما بيقول ملخبطة بس هذه الحياه الغير مرتبه هذه الطبيعيه، ما يصير اكون سعيد دائما ولا اكون تعيس دائما، اللي انتم تشوفونه او احنا نشوفه في بعض الفاشينيستات حياه مرتبه زياده على اللزوم. استاذ راشد يمكن هذا مصدر رزق لهم حتى لو كان مصدر يعني رزق حياتهم هو بالنهايه تعتمد رزقهم يعتمد على بالضبط. بالضبط. الاشياء اللي قاعد طبعا يسمونها. هو كل شيء مرسوم عندهم مم. في اكثر من فاشينيستا يعني تكلموا بهالمواضيع في احدى اللقاءات مم. وقالوا قالوا ان احنا كل شيء مرتب عندنا، القصد في الموضوع شنو؟ ان هؤلاء إذا استمرينا في النظر دائما إلى حياة الألوان هذه بالنهاية راح تأثر علي أنا شخصياً فراح أكره شنو؟ وضعي وهذا خطأ نعم أه ساري خلنا نتكلم أه أنا خايف الوقت ياخذنا لكن بولي. إن شاء الله نقدر نطرح كل تساؤلاتنا متى كانت النقلة في حياة ساري السنابية نسميها م. السنابية السناب شات متى كانت عندك النقلة بالضبط؟ إذا والله تذكرها النقل بأي, فيديو بأي فيديو؟ الفيديو والله تفجيرات فرنسا تفجيرات إيه كانت آه باريس كانت يعني نقلة نوعية بالنسبة لي لأنه, لأنه تكلمنا بكنت يعني كنا نتكلم في المقارنة بين آه العاطفيين انا اسميهم العاطفيين الجدد اللي ما يتاثرون الا وين؟ بالتفجيرات اللي صارت باوروبا، هي مرفوضه تماما باوروبا بكل مكان، بالنهايه الاسلام اصل الانسانيه او الانسانيه عفوا اصلها آه هو الدين الاسلامي، اوكي؟ لكن لكن مساله انه المقارنه، عملت مقارنه انه يا ناس في سوريا كل يوم مذابح وانتم زعلانين وحابين تحطون علم ما وين على على برج الكويت ولا تحطونه ما ادري في مكان ففي هذا في تعاطف يعني ان يعني ان سمحتوا لي انا اسميه تعاطف نوعا ما غبي يعني مو كذي التعاطف ما يكون بهالطريقه اليوم اليوم انا في ناس حوالي اليوم احنا في منطقه ملتهبه منطقه دماء حوالينا اليوم الناس اللي حوالينا اولى بكثير شو بكثير. كانت النقله عندك هذه النقله بالضبطية. في 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 هذا الكلام اللي انا قلته إيه؟ قلته في سناباتي عن باريس نعم. اللي تفجيرات باريس فصارت نقله بان كثير من الناس الكبار جدا في تويتر وفي سناب يعني تفاعلوا تفاعلوا ونشروها بقوه يعني جميل. مشاهدات اكثر متابعينك النساء ولا الرجال؟ والله شو انا ما يبين عندي، لكن انا بقول لكم يبين يعني عندك الارقام ما يبين عندك المتابعين لا الارقام انا يبين عندي كارقام لكن كقناه منها قناه اليوتيوب اعتقد انه يبين يعني لا في نسبه كبيره يعني من خواتنا اللي يتابعون واعتقد انه هذا شيء طبيعي من يعني النساء النسبه اكثر المتابعين، ما يسبب هذا يعني البعض يقول انه يسبب غيره من اطراف اخرى، البعض يقول لا شوفي مساله الغيره ومساله هذا احنا طريق دشيناه دامك دشيت تتحمل كل شيء تتحمل الغيرة تتحمل الإشاعات كلام سلبي ممكن طبعا كلام <applause> سلبي والاتهامات يعني معاناة وأنتوا أساتذة في المسألة هذه يعني أنتوا اليوم أنتوا أنتوا انتو اليوم معروفين ومشهورين ما شاء الله فأكيد سؤال جاكم سؤال لك السؤال يعني. لك انت ايه لكن, <applause> لكن لا لأن لا 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 إحنا كلنا نعاني من هالشيء مسألة <applause> ال... لكن الحمد لله كغيرة لا يعني إحنا في سيطرة على الموضوع أكثر شيء يزعجك في عالم السوشيال ميديا يزعج ساري وبالنسبه لساري خط احمر. والله خصوصيتي انا يعني انا عارف اللي 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 موجود بين نارين بين نار اني انا اعرض حياتي الحقيقيه اللي اخلي الجميع يتاثر فيني ايجابا وبين اني العرض هذا ممكن ياثر ويخلي في خصوصيه يعني في اقتحام لخصوصيتي فانا قاعد احاول اسوي موازنه في هالموضوع لكن اغلب ما ما يزعج ال الكلام الزايد، الكلام الاجتهادات، احنا في مجتمع اذا ما يسولف عن عن فلان او عن علان او يفتي بفلان وعلان ما يرتاح. فلازم يفتون ان هذا لا هذه خذها مني انا جايك من دوانية عروقها بالماي، الرجال <applause> <applause> هذا فيه <وفي تصفيق> لازم ما لا تتجاوز وعندك هدف واحد تمشي طبعًا عليه طبعا طبعا انا لو ما كان قدامي هدف من الاول ومشيت فيه اللهم لك الحمد بتوفيق توفيق من رب العالمين اول وتالي وان شاء الله انه بالنيه طيبه ودعاء الوالدين يا جماعه ترى يعني هذا ترى في ناس تستهين فيه الرضا رضا الرضا الوالدين امر عظيم يعني <applause> ذكرت انك ضد الخصوصيه لكن السناب شات هو اصلا يعني يمشي على اساس الخصوصيه ان انا اصور شنو قاعد اسوي وين قاعد اروح شنو قاعد اكل شنو قاعد البس <applause> فهو هذا اذا خصوصيه شيء اساسي من السناب، ونجاح الشخص بالسناب لازم يصور كل اشياء حياته، م. كل الامور اللي قاعد يسويها، فانت ضد هالموضوع، شلون قاعد توازن؟ انا انا اكثر من مره حتى اتكلم مع الـ مع الـ مع اخواني اللي يتابعوني دائما اقول لهم انتم لما لما تفتحون على سناب ساري كانكم تبطلون مجله. فيها صفحه فيها تهذيب، فيها صفحه منوعه، فيها صفحه اعلانيه وفيها صفحه الى اخره من الصفحات انا ابطلها لكم لكن ما اقدر اقول ما اقدر اني انا اقحمكم كلكم في حياتي مثل ما في كثير من الناس حتى مشاهير المشاهير في العالم الخصوصيه دائما فيها مشكله فيها مشكله كبيره لكن انا قاعد احاول اظهر الجانب اللي موجود زين مو لازم اظهر الجانب السيء <applause> عشان ابين لك اني انا في حقيقتي تفضل. بارك الله فيك وموفق ان شاء الله الى ما تصبو اليه وان شاء الله ربي يحقق امانيك واهدافك كلها سمين. موفق ساري سعدنا جدا باللقاء معك <applause> والتحاور <applause> معك والتعرف على شخصك الكريم عن قرب وايضا ارائك وجهة نظرك ببعض زملائكم في هذا الوسط وسط وسائل التواصل الاجتماعي هم زملاء لكم في النهايه بالضبط. كلمه بالختام حاب تقولها مشكورين لكم على اتاحه هالفرصه اني التقي في 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 الناس اللي تتابعني وفي متابعين ايضا قناه الراي يعني بعيد عن موضوع اني ارفع التليفون وساعه واحنا نرتب ونسوي لان انا اغلب مواضيعي لازم اعدها فانا مستمتع جدا اليوم على يعني باريحيه وانتم انتم طبعا سبب في مساله اني انا اكون بطبيعتي امامكم اليوم وامام الناس اللي تتابعني شكرا لكم وان شاء الله اني اكون يعني كفيت العافيه ما قصرت نعم. وان شاء الله نشوفك في المستقبل القريب باذن الله يا هلا تي وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا نشوفكم بالحلقه القادمه تصبحون على خير والختام عند راشد تصبحون على خير ان شاء الله نقول لكم دائما تصبحون على امن وامان وصحه بالابدان وان شاء الله استمتعتم معنا في هذه الرحله لهذا المساء وختام هذه الرحله هو في مرسى ساري المطيري اللي كان معنا ضيف عزيز بهذا البرنامج وباقي الضيوف الكرام ونقول لكم دائما مثل ما قلنا بالبداية تصبحون على أمن وأمان صحب الأبدان كنت معكم راشد حسن وإلى اللقاء تقبلوا تحيات فريق العمل وبعد شوي يمكن نطلع بسناب مع ساري ونشوف شنو الموضوع اللي حاب يطرح في أمان الله